بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الصحة والجمال، جبت لكم النهاردة جهاز جميل جدا رائع غني عن تعبيره، وهو الاستشوار الشعر 3000 واط. تمام، حابب اعمل لكم النهاردة عنه ريفيو. استشوار جميل جدا، استشوار رائع، استشوار غني عن تعريفه. زي ما انتم شايفين طبعا شكل الكرتونة من الخارج بالشكل ده. تمام، تعالوا نشوف شكل الاستشوار من الداخل بيكون شكله ايه وازاي طريقة تشغيله. طبعا الاستشوار بيكون بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده بيكون استشوار الشعر 3000 واط اللي هينفع لكل بيت عصري. استشوار جميل جدا لأولادنا طبعا، استشوار رائع زي ما انتم شايفينه بالشكل الجميل ده. تعالوا نشغل الاستشوار ونشوف طريقة تشغيله بتكون ازاي. استشوار هيساعد على فرد الشعر في وقت صغير جدا. تعالوا ما نشغل الاستشوار ونشوف طريقة تشغيله. طبعا وصلت الفيشة في الكهرباء. تمام، تعالوا نشوف الزراير الحمراء دي بتكون وظيفتها ايه. تمام، الزرار اللي تحت ده طبعا بيشغل الاستشوار زي ما انتم شايفينه، بيديله سرعه اعلى زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. تمام، وده طبعا السخن والبارد بتغير مسار الهواء من الزرار الثاني ده. استشوار جميل جدا، حرارته عاليه 3000 واط زي ما انا بقول لحضراتكم. تمام، زي ما قلت لحضراتكم بيكون 3000 واط، بيكون بالشكل ده، خامته عاليه جدا، جميل رائع غني عن تعريفه، وهو الاستشوار الشعر. تمام، فحابين تستفسروا عن اي شيء عن استشوار الشعر بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، وسعره هايل جدا جدا ورائع، متوفر منه كميات كبيره. لو حابين تطلبوه يوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. تمام، وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد في عالم الجمال. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.